قبلة ما أحلاها من قبلة، قبلة المحبين. وكم قبلة يا ليل كانت بذات معاني. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، الأستاذ العظيم الأديب الشاعر المفكر أي الفيلسوف ابن مصر الخضراء ابن النيل الذي غنى لله والوطن، أحييه هنا في جامعة القاهرة وأشكره حينما افتتحت مجلس الشعب الماضي الافتتاحية الأولى قال فيها كلاما جميلا: وكل شيء في هذه الحياة كما يقول الدكتور طه حسين أخذ ورد، أخذ ورد، حتى الحب إن حبتني أحبك أكثر. فأحببته وحببت الله أن ألتقي به وجها إلى وجه. اليوم بدت والدجى أخفى محياه، والصب لما رآها قال آواه، قالت إني أتيت أهني، قلت من زاه، قالت فاروق الذي هام الفؤاد بي وفي محاسنه كم أبدع الله. باختصار شديد، أنا لا أقول أنا شاعر، أنا فارس في كل ملحمة ونادي، ولكن أنا أحببته وقرأت كل قصائده بقلبي وعقلي وأسكنته في قلبي مسكنا جميلا. وكما يقول علماء القانون إن العقد إيه؟ شريعة المتعاقدين. فأنا أقول اليوم في حضرته إن الحب شريعة المحبين. هذه واحدة. وأنتظر كل يوم في الصباح حتى أقرأ كلماته الثورية التي نحن في حاجة إليها اليوم. والشيء بالشيء يذكر، وسريعة كلماتي، أنا كانت لي صداقة بالشاعر نزار قباني، وكانت لي به علاقة كبيرة جدا. وفي دمشق في جلسة متماثلة أعلنوه رئيسا لجمهورية الشعراء، وأنا اليوم أعود لذكرى عام 1931 حينما وقف حافظ إبراهيم في الأوبرا ورشح أحمد شوقي وقال فيه: إني أتيت مبايعاً وهذه وفود الشعر قد بايعت معي. اليوم في أحضان جامعة القاهرة أرجوكم، وخطابي إلى الأمة قاطبة مع هذا الرجل العظيم، أن نلبثه أميراً لشعراء هذا العصر. موافقون؟ يلا عم بيت أمير وتعالى إماراتك هنا، تفضل. شكرا جزيلا، تفضل.